النصرية لم تفرط ولن تفرط وسنظل خلف الدولة النصرية. وبنوجه رسالة هذه اهو بالمنطق والعقل والحكمة بضم صوتي لصوت فضيلة الامام الاكبر، لو انتم عايزين السلام العالمي على ارضية سلام ونمتص الاحقاد ونمتص موجات الغضب ونحارب الرهاب مع بعضينا فعلا لو كنا جادين، يبقى لابد من سحب هذا القاء الجاء الظالم. وده اللي بتسعى اليه مصر في مجلس الامن وبتطالب بيه، وده الطرق الدبلوماسيه. واحنا جايين هنا عشان نسال واحده بس، حاجتين نقول للدوله المصريه كل العلماء في ظهرك، يا سياده الرئيس انت على الطريق الصحيح، يا سياده الرئيس انت على الطريق الصحيح، وكل الوطنيين الاحرار وكل العلماء خلف سيادتك في هذا التحرك الحكيم الهادئ العاقل. اثنين، لا اوعى تشطط وحد يقول لك ما هم بيعتدوا علينا، لا مش احنا الاهل غد ولا اهل خيانه ولا اهل تخريب ولا فساد ولا افساد ولا ننقض عهود ولا عقود ولا نعتدي على امن ولا نمس الامنين. احنا هنرفع صوتنا عالي وصوتنا وحده هيزعجهم لأقصى درجة، طالما انه مخلص وصادق لله كتكبيرة الله اكبر في 73 هتضج مضاجع صوتنا ده. احنا بس خلف دولتنا وفي ظهرها وبنأيد كل خطواتها دون تهور، دون تهور. ودون التهور ده خصائك، هو عايزك، هو عايز يستفزك ويبتزك فتعمل اعمال حمقاء. احنا عايزين نحول طاقة الغضب الى غضب ايجابي وليس الى غضب سلبي. الغضب السلبي انك تخرب يبقى انت خربت بلدك، انك تعتدي على امن يبقى اقول لك شوية همم وارهابيين وعندنا حق في اللي بنعمله. لكن لما تقول له لا انا مش هقابل اساءتك باساءة ولا تستوي الحسنات ولا السيئة، ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. نحن ندفع بالتي هي احسن لان ديننا علمنا كده، ديننا علمنا الرحمه، ديننا علمنا نحافظ على الامان، نحافظ على العهد، لا نعتدي على الامنين، لا نخرب، لكننا لا نرضى الذل ولا الظلمه ولا الهوان. اسال الله عز وجل ان يرد الينا الاقصى ردا جميلا، اللهم رد الينا الاقصى ردا جميلا، اللهم من اراد ديننا او مقدساتنا اقساتنا او وطننا بسوء فاردد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره واجعل الدائرة عليه لا له يا رب العالمين. وهيئ اللهم لنا من امرنا رشدا. اشكركم جميعا وارجو ان يكون الانصراف فيه هدوء وبسرعه، وده نموذج ومعطي نموذج راقي للتعبير عن الراي ومسنده الدوله المصريه دون ادنى تزايد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.